بسم الله الرحمن الرحيم، ولسه مكملين مع بعض شرح الريدكس تول كيت. في الفيديو اللي فات بعد ما عرفنا مع بعض مقدمة سريعة عن الريدكس وفهمنا ازاي الريدكس بيشتغل وفهمنا اهم مكونات الريدكس اللي هو الستور والاكشن والريديوسر، ولكن طبعا الكلام ده كله كان بشكل نظري. وفي اخر الفيديو نزلنا بيئة العمل او نصبنا بيئة العمل اللي احنا هنشتغل عليها وظبطنا الاديتور، قلت ان انا هشتغل على ويب ستورم وانتوا لو هتشتغلوا على فيجوال كود او ويب ستورم برضه اللي يريحك هي. عملنا مشروع رياكت جديد والمشروع كان بالشكل ده. طبعا احنا هنبدا مبدئيا كده ننظف المشروع بتاعنا عشان نعرف نشتغل. فمثلا ده الصفحه الرئيسيه، طبعا اكتب انجليزي اهو زي ما انت شايف كده. خلينا الصفحه الرئيسيه بتاعتنا فاضيه، هنمسح الملفات اللي ملهاش لازمه اللي هو الاب دوت تيست طبعا ملوش لازمه دلوقتي، والاندكس سي اس اس، وهنا ده وده، كل دول حاليا ما لهمش اي لازمه بالنسبه لنا. طبعا لما نيجي نمسح الملفات دي فهو بيقول لي ان هي مستخدمه يعني، فبقول له اه ديليت مفيش مشكله. طبعا ضرب معايا مجموعه ايرورات. ليه مجموعه ايرورات؟ لان انا عندي هنا مثلا في الاب عامل امبورت الفايل سي اس اس، هشيل الامبورت ده، وفي ملف الاندكس دوت جي اس هنا برده مستدعي الفايل ده. تعالى هنا نشوف الحاجات اللي هو مستدعيها نشيلها، وكل ده طبعا هنشيله. طيب هو بيقول لي ان في مشكله في فايل الاندكس دوت جي اس، يعني هو مش لاقي الفايل بتاع الاندكس دوت سي اس اس، فاحنا عاوزين نشوف احنا كنا مستدعينه فين. ادي الملف بتاع الاب، تمام، مش مستدعينه هنا ولا هنا. هنفتح الملف بتاع البابليك، همسح كل حاجه وهسيب بس الاندكس دوت اتش تي ام ال. طبعا الناس اللي شغاله الاكت عارفه الاندكس دوت اتش تي ام ال اللي هو يعني باختصار شديد الديف اللي بيكون فيها الموقع كله اللي هي اسمها رودي، تمام، يعني مش موضوعنا دلوقتي. طيب بعد ما عملت ريفرش للموقع بتاعي فخلاص كده انا حاليا سيبك من البابليك، انا حاليا عندي الاب دوت جي اس اللي هو ملف الكومبوننت بتاعي، عندي الاندكس دوت جي اس طبعا ده اللي انا برندر فيه الموقع بتاعي كله. انا برندر ايه؟ برندر الكومبوننت بتاع الاب اللي هو ده. فكده الامور عندي اصبحت واضحه. طيب عايزين كده احنا جاهزين على الشغل. تعالى بقى نخش على نقفل الحاجات اللي ملهاش لازمه دي، ونخش على الريدكس تول كيت، الموقع الريدكس تول كيت نفسه. تعالى على جيت ستارتد اللي هو عاوزين نبدا، تمام. فهو هنا بيقول لك ان انت تبدا ان انت تنشئ مشروع جديد، تمام، وممكن تشتغل بالتايب سكريبت، بس احنا حاليا هنشتغل بالجافا سكريبت. اول حاجه تعملها هتنصب المكتبه دي اللي هي اسمها ريدكس جي اس سلاش تول كيت. فانت هتاخد الامر ده كده كوبي، تمام، وتيجي هنا عندك في البروجكت بتاعك طبعا في الفيجوال كود، بتيجي هنا قائمه التيرمينال فوق وتفتح تيرمينال جديد، او ان انا باجي هنا طبعا لازم وانا بنصب اي مكتبه اتاكد ان انا جوه الفولدر ده. الحركه دي مهمه جدا جدا، فهاجي هنا اقول له ان انا جوه الريدكس تول كيت، تمام، اه تمام، واعمل الامر بتاعي ده زي كده. وكمان عاوز انصب معاه مكتبه اسمها رياكت ريدكس. ريدكس تول كيت ده اللي هو ريدكس العادي، اما رياكت ريدكس ده مجموعه من الاوامر والملفات مطورين الرياكت عملوها عشان يخلوا الريدكس تول كيت والريدكس عموما يشتغل بشكل سليم مع الرياكت. فانت بس هتنفذ الامر ده زائد رياكت ريدكس، تمام، وتسيبه مع نفسه. طبعا هو بيقول لك هنا ده كده انت بدات ايه، بدات كده مشروع جديد للريدكس، تمام. طيب لو جينا هنا مثلا كويك ستارت، عاوزين بس نشوف اول مثال موجود عنده. طيب اول حاجه بيقول لك ان انت مثلا هنا لو هنشتغل جافا سكريبت عندنا حاجه اسمها ستور، دي اللي احنا هنتكلم عليها في الفيديو ده. طبعا ادي برضو الامر بتاع التنصيب اللي هو ان بي ام انستول ريدكس جي اس تول كيت وبعدين رياكت ريدكس، تمام، دول اللي احنا هنحتاجهم واتشرحوا برضو قبل كده بالتفصيل ممل. تسطبوا؟ اه تسطبوا. طب انا عاوز اتاكد، اخش في الباكج دوت جيسون، طبعا هشوف هنا كل المكتبات اللي اتنصبت عندي، ادي رياكت ريدكس، وطبعا هتلاقي الريدكس تول كيت، فكده اتاكد ان هم اتنصبوا بشكل سليم. طيب اول مثال هنجربه في الريدكس تول كيت عندنا اللي هو مثال بسيط جدا اللي هو كاونتر اللي هو بزود واحد ونقص واحد والكلام ده كله، فحاجه يعني بسيطه خالص. طيب اول حاجه هنبدا في المشروع عندي، ادي الاس ار سي اللي هو السورس اللي هو ملفات المشروع كلها. سيبك من الحاجات اللي تحت دي كلها مش قضيتنا، اعتبرها كانها مش موجوده، وهنا كمان ده كانه مش موجود. كل حكايه ان انا هاجي هنا
هعمل فايل جديد، تمام؟ الفايل ده هقول له او هسميه store.js. كويس كويس، ادي الفايل عملته. طبعا الحاجات دي اللي بتظهر دي ليها علاقه بلوب ستورم، انت مالكش دعوه بيها، انت المهم ان انت تنشئ الفايل جديد وتسميه ايه؟ هتسميه store.js. ايه الستور ده؟ المخزن اللي هو ده. تعالى عاوزين نرجع تاني اهو، اللي هو ده. فانا حاليا دلوقتي بنشئ ده، فخلينا ماشيين على ايه؟ الرسمه الرسميه بتاعتهم، او رسم التوضيح الرسمي بتاعهم يعني ادق يعني. اول حاجه بعملها هنا زي كده في الستور ده، باجي طبعا هنا بقول له امبورت من فضلك. امبورت، وهي امبورت ايه؟ هي امبورت حاجه اسمها كونفيجر ستور، تمام؟ طبعا هنا هو بيعمل لي تكمله تلقائيه، مش مشكله. فعملت امبورت كونفيجر ستور فروم ريدكس تول كيت. كويس قوي. في الريدكس العادي احنا كنا بنعمل كرييت ستور، تمام؟ طيب تاني خطوه عندنا ان انا هاجي هنا هقول له اكسبورت وكونست ستور. طبعا لو انت لسه مش فاهم حاجه لحد دلوقتي، تمام، مفيش اي مشكله، اصبر انا هقول الكلام ده كله وبعدين هرجع اوضحه مره ثانيه. هقول له اكسبورت كونست ستور، تمام؟ نعمل تكمله تلقائيه زي ما انت شايف كده اهو. طيب عملت كونست ستور بيساوي كونفيجر ستور، يعني بمعنى صح اللي هو الكونفيجر ستور بتاعي ده عباره عن ايه؟ بياخد جوه اوبجكت، فالاوبجكت ده هيبقى جوه ايه؟ هيبقى جوه اوبجكت تاني اسمه ريديوسر. طيب انت مش فاهم حاجه طبعا، خصوصا لو انت اول مره تشوف الكلام، ركز معايا. انا حاليا دلوقتي بعمل الستور او المخزن اللي هو هخزن فيه الداتا بتاعتي. طيب الستور ده او المخزن ده، بص ركز معايا، في عشان نغير اي حاجه جواه في حاجه اسمها ريديوسر اللي هو ده جواه. طيب فانا حاليا بقول له ايه؟ اول حاجه امبورت كونفيجر ستور، يعني اللي هي تهيئه المخزن الرئيسي بتاعي اللي هو الستور ده. فباجي هنا بقول له اكسبورت كونتكست او كونست ستور اللي هو خدت اوبجكت منه، يعني بيساوي كونفيجر ستور. الكونفيجر ستور دي بتاخد جواها ريديوسر اللي هو ده. الريديوسر اللي جواها ده انا هتحكم فيه او هتحكم من خلاله في الداتا اللي موجوده. طب ايه الطلاسم اللي انت بتقولها ده؟ ده الكلام اللي احنا هنعرفه مع بعض، ولكن طبعا هتفهم كل حاجه لما نكمل مع بعض للاخر. فهنا ده كده اوبجكت بياخد جواه اوبجكت اسمه ريديوسر، بحط جواه هنا ايه؟ كل الريديوسر اللي عندي. ايه ده، هو انا ينفع يكون عندي اكتر من ريديوسر؟ اه طبعا ينفع عادي جدا. ممكن اعمل ريديوسر لبيانات العملاء، ممكن اعمل ريديوسر لبيانات المستخدم، ممكن اعمل ريديوسر لاي بيانات انا عاوزها. في الحاله دي احنا هنعمل ريديوسر لكاونتر اللي هو بنزود واحد وننقص واحد. فباختصار شديد انا هنا هحط، لو انا عندي 20 ريديوسر هحطهم مع بعض، تمام؟ في الريدكس العادي عشان كنا نعمل اكتر من ريديوسر مع بعض كنا بنستخدم حاجه اسمها كومباين ستور. لو انت مذاكر ريدكس فانت تبقى عارف يعني ايه كومباين ستور، لو انت مش عارف مش مهم، احنا كده كده مش هنحتاج. احنا كل الحكايه ده السنتكس الاساسي، لما تيجي تعمل ريدكس تول كيت لازم تعمل الكلام ده، تمام؟ فكده اول خطوه احنا عملناها ان احنا عملنا كرييت للستور بتاعنا. فمثلا لو جينا هنا قلنا رقم واحد كرييت ستور فايل، حلو. فكده اول خطوه. تاني خطوه، سيبك دلوقتي من الريديوسر والداتا والليله دي كلها، المهم ان انا انشات المخزن، هو فاضي بس انشات. طب انا عاوز بقى الابلكيشن بتاعي اعمل اي ابلكيشن في اي اعمل اي كومبوننت جوه الابلكيشن ده يحس بالداتا اللي جوه، فاعمل ايه؟ اعمل ايه؟ اروح للفايل اللي اسمه الاندكس بتاعي ده، تمام؟ اللي جوه الاب، الاب ده اللي هو هيكون جواه كل حاجه. فعاوز اقول له يا اب من فضلك الستور اللي موجود ده اي حاجه جوه عاوزك تسمعها. طيب هيسمعها ازاي؟ ركز معايا، مش انا هنا جوه الستور رحت جاي عامل اكسبورت كونست ستور؟ اه، يعني معنى كده ان الستور ده اقدر استدعيه من اي مكان، فده اللي احنا هنعمله لما اجي اقول له امبورت ستور. خلينا نعملها بين قوسين، تمام؟ عمل لي تكمله تلقائيه من الفايل اللي اسمه ايه؟ اللي اسمه ستور. طيب هاي انا بقى عاوز اقول كل الابلكيشن ده يحس بالستور ده، هيحس بيه ازاي؟ عن طريق حاجه اسمها بروفايدر. البروفايدر ده بيجي منين؟ بيجي من الرياكت ريدكس، تمام؟ تمام. طيب كويس جدا. فانا حاليا دلوقتي عندي البروفايدر ده من مكتبه الرياكت ريدكس اللي احنا سطبناها واللي احنا نصبناها. مين اللي عامله؟ المطورين بتوع الرياكت
عشان يخلوا الستور او بمعنى صح الريدكس تول كيت او الريدكس تمشي مع الرياكت. طيب هعمل ايه بعد الكلام ده كله؟ هاجي عند الاب بتاعي ده، هروح بقى قايل له اعمل لي نعمل تكمله تلقائيه اه، فبقول له بروفايدر، البروفايدر ده استخدمته كانه كومبوننت وببعت له بروبس او بارامتر اسمه ستور. طيب ازاي الكلام ده؟ استنى هتفهم معايا دلوقتي كل حاجه. طيب ركز بس معايا الاول كده، انا حاليا دلوقتي عملت ستور كويس، الستور ده عاوز اخليه يسمع في الابلكيشن كله، فباجي عند الفايل اللي هو بتاع الاندكس، الفايل اللي هو بتاع الاندكس اللي هو فيه الابلكيشن كله اللي هو الاب، فانا بقول له بروح استدعي الستور اللي انا عملته من فايل الستور اللي هو ده، يعني انا هنا مثلا ممكن اسميه وليكن ستور اب، اسميه اي اسم، ستور ده يعني احنا بنسميه كده مجازا ولكن ممكن تسميه اي اسم انت عاوزه، فاجي هنا اقول له ايه؟ ستور اب وهنا ستور اب، فانا بقول له من فضلك هات لي الستور اب فروم ستور، تمام؟ لازم الابلكيشن كله يحس بيه، بيحس بيه ازاي؟ عن طريق حاجه اسمها بروفايدر، فبقول له امبورت البروفايدر فروم رياكت ريدكس، يعني بتوع الرياكت هم اللي عاملينه، فالبروفايدر ده انا براب او بلف حوالين الابلكيشن كله بيه، ببعت له بارامتر اسمه ستور، البروفايدر ده بيقول لي فين المخزن بتاعك؟ فانا بقول له المخزن بتاعي اسمه ستور اب، تمام؟ تمام، فكده انا عملت ستور وبعته للبروفايدر، فدي كده اول خطوه في انشاء الريدكس. طب احنا كده عملنا ايه هنا؟ احنا كده عملنا الستور ده ولكنه فاضي، فاضي ازاي؟ لازم يكون جواه ريديوسر ولازم يكون جواه ستيت، ولازم طبعا نكمل بقيه الليله بتاعتنا دي. فالفيديو ده عاوزك تكون فهمت معنى كلمه ستور، وعاوزك تكون عرفت تنشئ معايا ملف ستور فاضي زي ما هو كده، وكمان تاني خطوه ان احنا نراب او نلف، خلينا نكتب كومنت هنا افضل، يعني خلينا نقول راب اب ويز بروفايدر، هو بيعمل لها تكمله تلقائيه لوحده، تمام؟ زي ما انت شايف كده دي تاني خطوه. طيب احنا بنرقم عشان ما ننساش، عشان بعد كده لما تاخد المثال ده يبقى موجود معاك كريفرنس ليك في الريدكس تول كيت. اتمنى ان انت تكون فهمت، ونكمل مع بعض في الدرس القادم. لو وصلت لحد الجزء ده من الفيديو ومهتم بالمحتوى اللي احنا بنقدمه، ادخل الأكاديمية وشوف الكورسات المتاحة، واشترك في الكورس اللي يناسبك أو الخطة اللي تناسبك. دعمك مهم لينا عشان نستمر في تقديم وتطوير محتوى قوي باللغة العربية.